اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، الشوط الثاني كان افضل شويه من الشوط الثاني بسبب اولا زودنا مهاجمين، عبد القادر بقى واخد الطرف الشمال واحيانا بيدخل للعمق، شريف بقى راس حربه، طاهر ناحيه اليمين، قفشه تحتهم، يعني رجعنا ل 4-2-3-1. لانك في لحظه مش الطريقه هي اللي بتكسب صحيح، ولكن انت زودت قدرات هجوميه بالزبط. زودت احمد عبد القادر شريف وشريف رجعت قفشه مكانه، قفشه رجع المكان اللي هو بيرتاح له اكتر، وحمدي فتحي وديانج وراهم، وبحيي حمدي برده بصراحه عمل مجهود كبير في الوقت اللي نزل فيه رغم انه سفر وال 120 دقيقه لعبهم في 3 ماتشات ورا بعض ولا 4 ماتشات، جهد كبير عليه. فابتدت تبقى في خطوره، ابتدينا نروح، ابتدى يبقى في احساس بانك انت بتهدد مرمى فرقه بالميراس، وابتدت في تسديدات الى حد ما حسيت ان انت تقدر حتى تشيل العبء من على المدافعين شويه، مش هنفضل طول الوقت بتدافع بندافع بس. ففي خطوره، في كور بعضها يعني ممكن في بعض الكور ما ترتقيش لفرصه حقيقيه، ولكن ابتديت تهدد مرمى فرقه بالميراس، وبقيت في نص ملعبهم، وحصلت يعني عارف ايه اللي هي بقى روح الفانيلا الحمراء كمان، ان اللعيبه بتدوس على نفسها، رغم ان انا شايف ان في بعض الناس تعبت الشوط الثاني من كتر الجري، يعني علي معلول، محمد هاني، ديانج، تحس الشوط الاولاني جري وجري كتير جدا جدا، عايزين يطلعوا ويرجعوا يدافعوا. الشوط الثاني ابتديت احس ان بقى في وقوع، لكن دفعه عبد القادر وشريف ووضع مجدي قفشه في المكان الصحيح وطاهر ناحيه اليمين ابتدت تعمل تعدل الامور شويه، تعدل الامور وسيطره بعض الفرص. حتى حمدي فتحي طلع في كوره او كورتين عرضيين في فاولات عمل فيهم خطوره شويه على المرمى، ولكن المشكله ان حصل طرد ايمن اشرف في وقت صعب جدا 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 في المباراه. المباراه كانت متبقيه عليها 10 دقائق، ادائك كان ابتدى يتحسن، كان ابتدت في نيه انك انت يعني او في احساس انك ممكن تجيب جون، طرد ايمن لخبط الفرقه تاني. اوكي، ليه؟ لانه هتعمل ايه؟ فتحي هيضطر يرجع قلب دفاع، ديانج هيبقى لوحده، يا اما ديانج يبقى لوحده يا اما هيضطر مجدي قفشه يرجع مكانه. ابتديت تنقص تاني العدد المهاجم الناحيه الهجوميه، ولذلك انت ما بقاش عندك الاحساس، لانك انت ما بتلعبش فرقه صغيره، انت مغلوب 2-0 ومطرود 1 ومعاك بتلعب فرقه بطل امريكا الجنوبيه، يعني الموضوع اذا كان صعب من الاول بقى صعب جدا جدا. ومع ذلك يعني الماتش بقى خلاص مشي، ان الشكل العام ان الماتش انتهى، حاولنا بقى محاولات كده فرديه عند فكوره بتاع لغايه لما الشوطه بتاعت هاني ثم كره العارضه، يعني شكل كان ممكن نقرب بيه، لكن يعني كانك تكسب المباراه كان صعب بعد طرد ايمن اشرف، كان صعب جدا. يعني ما يعني اللعيبه بذلت جهد وحاولت، بس الماتش بقى مفكك. يعني انت بتعمل هجمه كده عنتريه لكن الماتش مفكك. مش عندك اولا حمدي كان بيزودك قوي في نص الملعب، لما كان في نص الملعب مع ديانج وبيحاول يزق لقدام وبيخش ال 18 هناك ابتدى يرجع، وقفشه ابتدى يرجع وبقى كله خايف بقى لا يخش كمان لا قدر الله. كانت وفعلا كان هيبقى يتاح ليهم كوره او كورتين، كان ممكن بهجمات مرتده لو اتعملت مظبوط، في واحده دخلوا على بعض فيها جوه ال 18 حطوها فوق العارضه، لكن انا اقصد انه كانت الامور اتصعبت، لكن بنحيي اللعيبه على جهدهم وهارد لك والجهد اللي بذلوه كويس، وخلاص كان متوقع بالغيابات والاصابات والحاجات دي انك ممكن تخرج في النهارده يعني.